بس اسمح لا لي عندي سؤال. اتفضل. بس هو اللي ناتج 2 H2O ولا 6 H2O؟ لا صحتك كم اتش 2 او ما تشغليش بالك، مش موجود عندك، مش مطلوبه منك. ماشي، موجودة انا في كده عايز تعرف المعادلة. في المعادله اللي هناك 6، في المعادله اللي هناك 6. ولو حبيت تحسبيها انت عندك كده كم هيدروجين؟ 4 هيدروجين. لا احنا بنقول دلوقتي هيتكون 6 اتش 2 او، يعني 6 ماء، صح؟ هتكون عندي مين؟ 6 من الماء، 6 اتش 2 او حسب المعادله اللي احنا شفناها بتاعت البناء الضوئي ماشي والتنفس الخلوي، هتلاقي فيها لو هي موزونه عندك 6 اتش 2 او. فكده كم هيدروجين عندي؟ 12. 12. هما ال 12 اللي كانوا موجودين في السكر، هم خلص كده الهيدروجين. كده عرفنا الهيدروجين جاي منين، جاي من السكر. طب عندي كام اكسجين حاليا؟ 6. 6. واحنا في الاول اصلا عرفنا ان احنا مخلصين الستة وخدنا عليهم 6 في سلسلة في دور الكريبس، يعني لو فاكرين فاكر دور الكريبس زي ما احنا قلنا ان احنا كنا طلعنا 6 ثاني اكسيد الكربون، فقلنا ده احنا كده محتاجين 16 ايه 12 اكسجين، واحنا كان عندنا 6 بس. فكده يبقى انا عندي هنا في سالب 6، يعني في 6 واخدهم محتاجهم، وكمان عندي 6 كمان اكسجين هنا كمان في سلسله نقل الالكترون، يبقى انا كده دخلت 12 اكسجين. وصلت كده الفكره؟ تاني الحته دي هي مش مطلوبه منكم بس اقولها لكم، يعني احنا دلوقتي لو جينا بصينا للنواتج اللي طلعت من عندنا كلها طلع 6 سي او 2 فين؟ ده في دور الكريبس، و6 ميه في السلسله، دي النواتج اللي طلعت معايا. متفقين معايا في الكلام ده يا شباب ولا في اي خلاف فيه؟ ها متفقين معايا ان دي النواتج؟ تمام. لو جينا حسبناهم كم هيدروجين كده؟ 12. 12. 12 ال 12 اللي كانوا موجودين في السكر هم اللي طلعوا. طيب حد يقدر يحسب كده كم كربونه؟ 6 الستة اللي كانوا داخلين. طيب كم اكسجين؟ 12 لا 6 لا 18 18. ازاي 6 في 2 ب 12؟ يبقى انا ثاني اكسيد الكربون عندي فيه 12 اكسجين. 6 في او لان هنا المعامل بتاعها بواحد، يبقى انا عندي هنا كمان 6، 6 و12 يبقى انا عندي الاجمالي بتاعي 18. اذا كان انا عندي اصلا في البس جزيء السكر 6 ايه اكسجين بس، ازاي بقوا 18؟ اه يبقى انت كده اخدت 12 اكسجين، اخدت 12 اكسجين اللي هو الاكسجين اللي احنا بنحتاجه في الشهيق عشان يروح للخلايا فتستخدمه في اكسبت الجلوكوز وانتاج الطاقه. فلذا بنقول عندنا ان دور الكريبس وسلسله الالكترون كليهما يحتاج للاكسجين. واضح كده الجزئيه دي يا بنات؟ ها مش مطلوبه منكم بس يعني اللي عايز يفهمها بس، ان انا كده النواتج اللي عندي طلعت من دور الكريبس كان طلع ثاني اكسيد الكربون 6 جزيئات، ان مسلسله نقل الالكترون طلع عندي 6 ماء. تمام. لو جينا نجمع الجزيئات اللي موجوده هلاقي 6 هيدروجين 6 هيدروجين اسف 12 هيدروجين 6 في 2 ب 12 ادى ال 12. طب الكربون 6 كربون، المعامل بتاع الكربون هنا بواحد فمش مكتوب، يبقى 6 كربون ادى 6 كربون. لكن لو جيت احسب الاكسجين الاقي 6 اكسجين ادى 6، وده 2 في 6 ب 12، يبقى كده اجمالي الاكسجين اللي في المركبات الناتجه 18. اذا كان المركب اللي داخل ب 6 بس، المركب اللي داخل كان 6 بس، ازاي بقى 18؟ ما احنا عرفنا ان في التنفس الخلوي بناخد السكر زائد 6 اكسجين يدينا ثاني اكسيد الكربون زائد الماء زائد الطاقه. واضح كده يا بنات؟ لو رجعت للمعادله اللي احنا اخدناها في الاول خالص هتبقى واضحه الجزئيه دي. تعالى اجيبها لكم في المعادلات من كده. لو بصيتوا هنا يا بنات اهو 6 ده انهي اه احنا عايزين اللي فوق، ادي جزيء الجلوكوز. انا جبت 12 اكسجين منين؟ ادي ال 12 اللي احنا بنقول عليهم 6 في 2 ب 12 اكسجين، هم دول اللي دخلوا على اساس نحول المركب ده لثاني اكسيد الكربون وماء وطاقه. واضح كده يا بنات؟ ها اللي مش واضحه معاه يعني هي مش مطلوبه منكم يعني. ها تمام؟ ما تمام تمام.
تمام. نيجي بقى مع ليه للجزئيه اللي بعد منها، وهي التنفس الهوائي. حد يقدر يعيش من غير اكسجين؟ طبعا حبيبنا ده عنده مشكله في الجهاز التنفسي بتاعه، او مريض، او رقيق الفراش، مغمى عليه، ايا كان، ليه حاطين له جهاز اكسجين؟ ليه؟ لان مفيش حد يقدر يعيش من غير اكسجين. من غير الاكسجين نموت. تمام كده؟ في كائنات ربنا خلقها ممكن لها القدره ان هي تعيش من غير اكسجين. بعض الكائنات الاكسجين بالنسبه لها مميت. وجود الاكسجين بالنسبه لها ضار. تمام كده؟ زي مثلا بعض انواع البكتيريا، واحد مجروح فممكن في مصر تسمعوا ده بيجيبوا ميه اكسجين ويطهروا بقى الجرح. ميه اكسجين اللي بتجيبه البنات كده وتقعد تعمل في شعرها عشان تعمل له خصل صفراء وكلام من ده، اللي انتوا عارفين الكلام دوت يعني. تمام؟ طيب انت تعمل اكسده للشعر وكلام من ده. فالاكسجين نفسه مع الجروح يطهر الجروح. يطهر الجروح ازاي؟ لان الميكروبات اللي بتحاول ان هي تدخل في قلب الجسم عندنا الاكسجين بالنسبه لها قاتل. وجود الاكسجين بالنسبه لها سام. تمام؟ مفيد لكل الكائنات لكن هي بالنسبه لها يعتبر ضار، فلذا بتستخدم في تعقيم الجروح. طيب فبيقول لي ان كل الكائنات لازم تعتمد على الاكسجين. نادر قوي لو لقينا كائنات لا تحتاج للاكسجين. تمام؟ فجاب لي مثال الانسان بيحتاج الاكسجين. لكن في حاله ان الاكسجين منخفض هيلجا للنوع الثاني وهو التنفس اللاهوائي، يعني تنفس قليل الاكسجين. هذا حاجه. طيب نيجي حاجه ثانيه، الخميره. ماما عملت لكم فطاير بتاع رمضان؟ حد عملتها ولا لسه؟ لسه. تمام؟ ماما لما تيجي تعمل الفطاير بس هتجيب شويه خميره كده وتحطهم على العجين. ليه؟ عشان العجين ينفش كده ويبقى معانا كبير وياخد ايه شكل مسامي، تخش على النار كده تنفش معانا ايه المخبوزات بتاعتنا ولا المعجنات. طيب يبقى ثاني اكسيد الكربون اللي اتكون مين؟ الخميره. الخميره كائن حي ولا مش حي؟ كائن حي. تمام؟ لما ايه اللي خلى العجين نفش معانا؟ ان الخميره بتعمل تنفس هوائي فكونت ثاني اكسيد الكربون كناتج، زي ما احنا شفنا لسه حاليا في دور الكريبس كانت بتدينا ثاني اكسيد الكربون، فالخميره بتقدر تعمل تنفس هوائي. لكن في حاله لو انا قافل عليها ازازه والاكسجين منخفض برضه هتعمل تنفس، بس النوع الثاني اللي هو تنفس الهوائي لان الاكسجين منخفض او كميته صفر. طيب عضلاتنا نفس الشيء بتعمل التنفس الهوائي. البكتيريا بتعمل تنفس الهوائي بس. عضلاتنا تعمل التنفس الهوائي امتى؟ في حاله نقص الاكسجين، لو الاكسجين قليل انما لو الاكسجين موجود تنفس هوائي. تعالوا كده نشوف مع بعض الكلام ده كده ايه بالتفصيل. هو جاي بيقول لي نوع انت تعلم انك لا تستطيع العيش بدون اكسجين الا ان خلايا معينه في جسمك زي الخلايا العضليه ممكن تنتج الطاقه بدون اكسجين، بس ده طبعا هيكون حالات استثنائيه، حالات طوارئ. تمام؟ زي مثلا زي ما احنا قلنا من شويه شاهد الكلب كان بيجري ورا منها فبدات تطلع تجري بايه بسرعه كبيره، فالسرعه بتاعتها هتستهلك كميه الطاقه بتاع الاكسجين الموجوده في العضلات، او الاكسجين الموجود في العضلات هيخلص، العضله هتقف، العربيه لو ما فيهاش بنزين هتقف. طب عضلاتك لو ما فيش فيها اكسجين هتقف؟ لا، هتنتج طاقه بس الطاقه هتكون اقل، فلذا تلاقي رجليك تبدا تشد معاك، يحصل فيها شد عضلي او اجهاد عضلي بسبب نقص الاكسجين. طيب قال لي بعض الكائنات زي الخميره برضه ممكن تحلل الكربوهيدرات بدون اكسجين وفي وجوده، يعني لما نيجي للخميره هنتكلم ان هي تقدر تعمل الاثنين. في تنفس لهوائي بينتج طاقه، بس الشرط عندي في التنفس الهوائي ان هو في غياب الاكسجين. لو قلت تحرر الطاقه من المركبات الكيميائيه في غياب الاكسجين يبقى يقصد ايه تسنيم؟ تنفس اللاهوائي. تنفس لا هواء. انما لو قلت يا شاهد يا وائل تحرر الطاقه من المركبات الكيميائيه في وجود الاكسجين تنفس هوائي. تنفس هواء. طيب يا شاهد يا احمد التنفس الهوائي كام مرحله؟ ثلاثة. ثلاثة اللي هم ايه نورين؟ تحلل الجلوكوز ودورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون. برافو عليكم، يعطيكم ألف عافية. تمام؟ قال لي ممكن بعض الكائنات تشتغل الموضوع ده في غياب الأكسجين، بس كمية الطاقة اللي طالعة زي ما احنا اتفقنا إن في وجود الأكسجين 38، في غياب الأكسجين 2 بس. تمام كده؟ خلال عملية التخمر. نيجي نشوف مع بعض يا بنات الكلام ده. بيقول عندنا التخمر عملية استخلاص الطاقة من حمض البيروفيك في غياب الأكسجين. هو حمض البيروفيك ده احنا شفناه امتى يا شاهد يا وائل؟ حمض البيروفيك نتيجة تحلل ممتازه، صح، برافو عليكي فعلا. يبقى كده التخمر اللي احنا هنشوفه اللي هو التنفس الهوائي، كلمه تنفس الهوائي يعادلها كلمه تخمر. تنفس الهوائي هي كلمه كلمه تخمر. تمام كده؟ يعني الاثنين كلمتين بمعنى واحد. طيب فكده معناها ان احنا في التنفس اللاهوائي هل كده تحلل الجلوكوز شغال معانا يا تسنيم ولا رأيك ايه؟
موجود ام غير موجود؟ تعالج الجلوكوز بس هو الموجود في التنفس اللاهوائي. برافو عليكي، تمام. يبقى احنا نسمع عن تحلل الجلوكوز ان هو موجود معانا. طيب تعالي نشوف انواع التخمر مع بعض. قال لي هنلاقي عندنا نوعين، في تخمر اسمه تخمر كحولي، والنوع الثاني من التخمر اسمه تخمر حمضي. بالمعنى كده بسيط يعني يا شهدي يا احمد، تخمر كحولي يبقى الناتج بتاعه ايه؟ كحول كحول، تمام. نورين، تخمر حمضي يبقى الناتج بتاعه يكون ايه؟ حمض أحمض. حمض. اه برافو عليكم، صح، هو ده فعلا سميناه بسبب الناتج اللي جاي منه. اذا كان كحول هيطلع كحول، اذا كان حمض هيطلع حمض. تعال نشوف الكلام ده. قال لي ده مين؟ حد يعرف ده مين يا شباب؟ حد يعرف الشكل ده؟ شافه قبل كده؟ ها، مين الشاطر اللي حمض بيقول ايه؟ الجلوكوز تحلل الجلوكوز. بس تحلل الجلوكوز يا استاذ هناك كان 3 مراحل، يعني كان في 3 مركبات. اه حبيبنا هنا مره واحده ما جابش المركب الوسيط. حد فاكر كده المركب اللي كان في النص كان اسمه ايه؟ يبقى شاطر اللي يقولها. المركب اللي كان في النص، جلسرديد. جلسرديد لا مش انا، بس كده انت قلت نص الكلام. ثلاثي الكربون ثلاثي الكربون حادي حادي الفوسفات. الفوسفات. الله ينور عليكم، تمام. اه يبقى ده المركب اللي شاله من النص. بس لما نيجي نبص عندنا هنلاقي نفس الكلام، اداني الصف النهائي، ما عملش بقى زي هناك احنا هناخد سلف 2 اي تي بي ونطلع الناتج 4 اي تي بي، وبقى يبقى الصف عندي 2. لا، جاب لي على طول مباشره النواتج بتاعته. ادى جزيء الجلوكوز ادانا 2 حمض بيروفك، تمام، وطلع 2 اي تي بي وطلع 2 اي اتش، تمام. الاقي ده يا شباب عندنا خلي طريق من 2، طريق كحولي اسيلي الاقي كحولي، طريق حمض لاكتيك الاقي حمض. ده على حسب الكائن اللي هنتكلم عنه بعد شويه، هنعرف الامثله بتاعتنا، تمام. يبقى انا التخمر بتاعي ليه طريق من 2، يا كحولي يا حمضي. الفرق بينهم ايه؟ الكائن اللي هيحصل عنده العمليه دي. نيجي بقى مع بعض عندنا يا بنات نستكمل مع بعض الجزئيه دي. قلنا عندنا الفرق ما بين العمليتين حسب الكائن اللي هتحصل فيه العمليه دي، يا اما تخمر كحولي او تخمر حمضي، وهنشوف الكلام ده بس نفهم الاول. طيب لو جينا ركزنا كده يا شباب في النواتج، مين المركب ده؟ قال ده حمض بيروفك. حلو. طيب الاقي عندي كام سي هنا يا نورين؟ ثلاثة 3. يا تسنيم، بيقول لك كحول الاسيلي كام سي؟ انسي طيب يعني معناها كده يا شاهد احمد، زاد ولا قل؟ ال قل. شاهد يا وائل، قل لي كام واحده؟ واحدة في رايك يا نورين يا ترى الواحده دي تخرج في صوره ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. برافو، صح، كلام منطقي فعلا، هتخرج عندي في صوره ثاني اكسيد الكربون. امال ايه السهم اللي فوق ده؟ يا ستي مش احنا كنا قايلين قبل كده اي سهم نلاقيه على طول نحط ايه ونطلع ايه؟ مين الشاطر اللي يقول لي؟ ها؟ ناد ونطلعه ناد اتش. حلو، صح؟ المرة دي لا، نعكسها. نعكسها يعني ايه؟ هنحط ناد اتش. الناد اتش اللي طالعه ده اهي مش هتقف. لا، ده هنستخدمها هنا. 2 ناد اتش ونطلع مكانها 2 ناد زائد ال2 اتش، ال2 اتش هيدخلوا مع الكحول الاسيلي. تاني الحته دي كده قولها لي تاني كده عشان ما ركزتش معاك. في اللي فات كله كنا بنقول ان هو بيديني ناد اتش. ناد اتش، وكنا بنشوف مع بعض في تحلل الجلوكوز اللي كان بيدينا 2، وفي دوره الكريبس الواحده كان بيدينا 4، يعني في الدورتين 8، وطلعنا الاجمالي عند 10. ده اللي هناك زمان، لكن حاليا لا. حاليا عندنا ان تحلل الجلوكوز بتاعنا متحول من جلوكوز لحمض بيروفيك ادينا 2 ناد اتش. مش هنسيبه، تعالوا يا حبيبي عايزينكم. ليه؟ بس احنا هنديكم كحول اسيل، يعني هحولك لكحول اسيل، فبالتالي احنا محتاجينكم، محتاجين الهيدروجين اللي لسه طالعين بيه من تحلل الجلوكوز، هنعوزه، هناخده منكم بالغصب. فبالتالي بيتحول الناد اتش عندي يا بنات الى 2 ناد بلس مع 2 هيدروجين. الهيدروجين ده هيروح فين؟ هيستخدم في تصنيع المركب ده بعد ما طلعنا منه ثاني اكسيد الكربون، فيتكون عندك كحول الاسيل. وضحت؟ فيها اي مشكله؟ يبقى احنا خدنا كده ان في جزئيه خلاف عن اللي فات. اللي فات كان كله بيدينا ناد اتش، وده حصل معانا في المرحله الاولى، اتكون 2 ناد اتش، لكن ما فيش عندي بقى سلسله نقل الكترون عشان اودي لها ناد اتش واقول لها اديني طاقه مكانه، ما عنديش الكلام ده، انا هرجع استخدمهم من تاني، تمام، عشان اكون الكحول الاثيل. طيب نيجي مع بعض للجانب الاخر، حمض البيروفيك، حمض اللاكتيك يا تسنيم كام سي؟ ثلاثة 3. يا شهد يا احمد، زاد ولا قال؟
ثابت. ثابت لم يتغير، يعني لا زاد ولا قل. يبقى انا كده عدد ذرات الكربون عندي لم يتغير. طيب امال ايه السهم ده في اعتقادك يا شهد يا وائل يبقى مين؟ ناد اتش هناخد منه 2 اتش. برافو عليك صح. يبقى فعلا الناد اتش اللي هما الاثنين طالعين هنستخدمهم تاني برضو ونطلع اثنين ناد اتش. ناخد بالنا من حاجة، ايه هي؟ في الكتاب الكلام ده مترحل. تعالوا نشوف. بص عندي هنا كده اتنين ناد اتش زائد اتنين اتش موجب يدينا اتنين ناد اتش بلس. هل ده صح؟ لا خدتوا بالكم؟ اثناء الطباعه او الشخص اللي كان بيطبع ما اخدش باله من الجزئيه دي، المفروض الاتش تكون عندي في الجزء ده. يعني دي كده تشطب عليها من هنا كده وتكتبها في الجزء ده. وضحت؟ لان ده داخل معايا اتش، المفروض ان يطلع موجب لما يفقد الاتش. مش تيجي تقول 2 ناد اتش زائد 2 اتش يبقى كده المفروض 2 ناد اتش 2، وده انا ما عنديش مركب بالاسم ده. وضحت؟ موجود عندي الخطا ده هنا وبرده في الرسمه الثانيه نفس الشيء. اخدنا بالنا من الخطا اللي موجود عندنا؟ ها اي صعوبه فيها؟ فهمنا كده الفكره يا بنات؟ أفهم. أيوه تمام. نيجي بقى نقارن مع بعض من المركبين بتوعنا. نشوف المواد الداخله. في التخمر الكحولي احنا عشان نبدا التخمر الكحولي او نصنع الكحول الايثيلي مين اللي كان داخل؟ رايك ايه يا شادي يا وائل؟ الحمد لله يرزق طب يا والناد نوري 2 ند. تمام برافو عليك. طب يا شادي يا احمد ها ايه اللي كان عندنا في حمض أيوه اللابتيك؟ 3 ذرات من الكربون، اللي هو حمض اسمه بيروفك 1. حمض بيروفك واحد تمام، ومعاهم كام؟ برضه 2 ناد اتش. 2 ند. كده يبقى 2 حمض بيروفك 2 ناد اتش. تمام كده؟ طيب في غلطه عندي اهي. ايه الغلطه بتاعتك يا استاذ؟ ان انت كاتب اتش 2. ماشي اتش 2 يا استاذ، هي اتش بس. مش هتركز بقى وانت بتشتغل؟ معلش سامحوني ببقى دماغي تايهه شويه. 2 حمض بيروفك هنا، بيروفك هنا، 2 ناد اتش هنا، 2 ناد اتش هنا. تمام؟ طيب نيجي للنقطة اللي بعد منها. المواد الناتجة تسنيم في كحول الإيثيلي إيه النواتج؟ 2 ند بلس زائد 2 اتش موجب. 2 ناد بلس زائد 2 اتش موجب بس. و CO2 2 CO2 بس اه عشان خاطري في حتة لسه. تلحقنا نورين وتقول لنا على الحته اللي ناقص، مين اللي ناقص يا نورين؟ ثاني أكسيد الكربون. ما قالتها. طب قول لنا شاهد احمد. الهيدروجين لا 2 اتش. ما قالتها، قالت 2 ناد اتش والهيدروجين والسي او 2. ها اللي عارفها يقول على طول. ها حمض اللاكتيز احنا بنتكلم عن التخمر الكحولي يا بنات. كحولي كحول إيثيل بقى كحولي في كحول كحول. الإيثيل. الكحول اه يبقى عندنا كحول ايثيلي تمام، وثاني اكسيد الكربون مع 2 ناد بلس تمام كده، والاثنين هيدروجين. بس الاثنين هيدروجين هيخشوا مع الكحول، يعني الاثنين هيدروجين اللي موجودين عندنا هنا دول هيروحوا يرتبطوا عندي بالكحول الايثيلي تمام كده. فبنقول ثاني اكسيد الكربون و2 ناد بلس. طيب لو جينا في الصوب الثاني شاهد وقلت تقول لنا ايه النواتج؟ حمض اللاكتيك و2 ناد بلس. عندنا اللاكتيك و2 ناد بلس، ما فيش ثاني اكسيد الكربون عشان خاطري كده. خليك كريمه، ينفع؟ لا لا ده انت بخيل. لا كلامك مظبوط. يبقى فعلا هيطلع عندنا حمض اللاكتيك تمام، وكمان 2 ناد بلس بدون ثاني اكسيد الكربون. ليه؟ اصل هنا المركب كان داخل 3 كربون، طلع 3 كربون. ما فيش فقد في كربون. ما فيش ثاني اكسيد الكربون ناتج. تمام كده؟ لكن عندك هنا. طيب نيجي نشوف مع بعض كمية الطاقة. كمية الطاقة اللي تطلع من العملية دي كام؟ ها رأيك ايه يا تسنيم؟ كام كمية الطاقة اللي طالعة في المرحلة دي؟ أو في تحقيق الخمر الكحولي؟ 2 كربون الطاقة كمية الطاقة الـ ATP 2% الـ ATP 2 ATP 2 ATP اه اللي هو 2%. تمام برافو عليك. تمام؟ طيب شاهد أحمد تقول لنا في التخمر الحمضي كم كمية الطاقة اللي طالعة؟ 2 ATP 2 اي تي بي برضه. يبقى انا عندي كمية الطاقة في الاثنين متساوية، 2 اي تي بي و2 اي تي بي. جم منين؟
ما هم دول بس بتوع تحلل الجلوكوزيرانات. الطاقه اللي طلعت ده كلها هم بس من تحلل الجلوكوز، لان انا عندي التحول الكحولي الاسيلي لا ينتج عنه طاقه، التحول لحمض لاكتيك لا ينتج عنه طاقه، يعني سواء المرحله دي ولا المرحله دي او التخمر ده والتخمر ده مفيش منه طاقه. الطاقه اللي جايه في الاساس هي جايه من اول مرحله تحلل الجلوكوز. وصل كده الفكره؟ يبقى احنا اخذنا في التحلل في التنفس الهوائي الخلوي الهوائي كان عندي في تحلل الجلوكوز 2 اي تي بي، وعندي نفس الوضع عندنا في التنفس الهوائي برضه تحلل الجلوكوز 2 اي تي بي، لكن اخذنا هنا كان في سلسله الكترون وفي دوره كريبس كان بيديني بقيه الطاقه، لكن هنا سواء تخمر كحولي او كايه او حمضي ما فيش حد منهم بيديني طاقه. الطاقه اللي طلعت طالعه من المرحله الاولى اللي هي تحلل الجلوكوز فقط. وصلت كده الفكره؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الكائنات اللي بيحصل فيها الموضوع ده. بالنسبه للتخمر الكحولي عندي مثال واحد وهي الخميره. الخميره اللي عندنا في البيت اللي هنعمل بقى المعجنات والمخبوزات ان شاء الله اليومين اللي جايين، تمام؟ بنحطها على العجين بتبدا تطلع ثاني اكسيد الكربون فتعمل العجين مسامي، ولو انتوا شطار وبتساعدوا معاهم في الموضوع ده هتيجي تلاحظوا العجين حطيناه يخمر. يخمر يعني ايه؟ يعني الخميره تشتغل فيه تبدا تكون لي ثاني اكسيد الكربون، فلاقي العجين بتاعي بدا يقب ويكبر كده. هو بيكبر ويتمدد؟ لا، ده ثاني اكسيد الكربون بيعبيه من جوه. لان انا عرفت ان من النواتج بتاعت التخمر الكحولي عندي كان ثاني اكسيد الكربون، فالفقاعات اللي انتوا بتشوفوها دي عباره عن ثاني اكسيد الكربون. ناخد المعجنات وندخلها الفرن تزيد معايا. زادت ليه؟ ما هو الحراره بتزود التفاعل لكن كترتها تقتل الخمير. يعني مجرد ما بحط الخميره بتاعتي او المعجنات بتاعتي في قلب الفرن ثواني بسيطه لا ابت وكبرت معايا زادت في الحجم بتاعها. مين السبب؟ نسبه ثاني اكسيد الكربون، التفاعلات كانت سريعه لكن تمدد الغازات كمان، لان عارف ان الغازات تتمدد بالحراره، ففي كان ثاني اكسيد الكربون شويه كده محبوسين في وسط العجين، مع الحراره تمدد، عارف حركه الجزيئات بتزيد مع الحراره، فزادت فزادت معايا زادت معايا قامت نفخال العجين، وبعد كده ممكن تسربت بطريقه معينه ثقوب صغيره كده قامت متسربه، ففضل عندي العجين بالشكل المسامي بتاعه. فلذا بنستخدمها في المعجنات لان هي بتديني الشكل الاسفنجي او الشكل المسامي. بيستخدموها في صناعه الخمور. خمر الحرام دي بيعملوا منها الخمر. بيعملوها ازاي يا استاذ؟ مش هقول لك عشان حرام. تمام؟ طيب فبيستخدموا عندنا الخميره برضه في صناعه الخمور. لان هي بتديني كحول ايثيلي. الكحول الايثيلي ده لو انا صنعته وحطيته مثلا على اي مشروب شعير اصبح بيره. يعني البيره المشروبات الكحوليه اللي احنا بنشوفها بره او بنسمع عنها بنشوفها في بعض الافلام والمسلسلات هي عباره عن مشروب شعير اللي هو الفيروز والبريل اللي احنا بنجيبهم بس مضاف عليه نسبه من الكحول. فبالتالي بيصنعوا الكحول بالطريقه دي. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للخمير. طب نيجي للجانب الاخر اللي هو حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك نشوفه في العضلات. ده لما نجهد العضلات زي ما احنا قلنا جه كلب بيجري ورا مني طلعت اجري جري دقيقه 2 3 10 كنت بصحتي ما شاء الله، لكن بعد الخمس دقائق ال 10 دقائق الاقي رجليا بدات تشد عليا. ايه السبب شد العضلات عليا؟ نسبه الاكسجين اللي في قلب العضلات انخفض، فالعضلات لازم تشتغل ما ينفعش تقف، فبدات تلجا عندي للنوع الثاني من التنفس اللي هو التنفس اللاهوائي اللي هو في قله الاكسجين او في عدم وجود الاكسجين. فبالتالي كمية الطاقة اللي أصبحت تنطلق عندي كمية منخفضة جدا تؤدي عندي إلى حدوث الشد العضلي أو الإجهاد العضلي زي ما إحنا بنشوفه في بعض الأحيان. تمام؟ طيب ده بالنسبة عندنا العضلات بتكون عندي حمض اللاكتيك. طيب كده يا ترى حمض اللاكتيك في العضلات يكون نسبته بتزيد معايا ولا بتقل لو أنا بعمل نشاط رياضي شاق؟ رأيك إيه يا شهد يا وائل؟ في حالة قيام العضلات بتنفس لهوائي فإنها تكون حمض اللاكتيك، هل هذا بمرور الوقت يزيد من حمض اللاكتيك في العضلات أم لا؟ عايز الوقت يزيد. طيب هل يا ترى وجوده جوه الخلية كده مفيد ولا ضار للخلية؟ طيب هل هتقدر تستخدمه الخلية العضلية؟ هل هي بتقدر تتعامل بعمل حمض اللاكتيك؟ رأيك، أنا عايز رأيك، أنا عارف إن المعلومة ما أخدتهاش، عادي أنا باخد رأيك. قد يصيبك الجانب الصح وتقولي كذا وتطلع ما شاء الله تجيب معلومة حلوة، وممكن المعلومه تبقى خطا، فانا لما اقول لك الصح بعد منها يبقى انت اكتشفت الخطا اللي انت قلتيه وبناء عليه مستحيل تنسي الصح. وصلت الفكره يا بنات؟ انا مش معنى ان انا مثلا مزنوق في حته انت مش عارفاها، تمام؟ ممكن تكون مش عارفاها واجابتك تطلع العشوائيه بتاعتك تطلع صح. اقول لك برافو عليكي ممتازه. تطلع غلط، خد الصح مش هتنسيه. تمام؟ طيب نشوف شاهد احمد رايها ايه؟ هل تراكم حمض اللاكتيك في العضلات يا شاهد ده مفيد ولا ضار؟ ضار نار، العضله ما تعرفش تتعامل بيه، انا عضلاتي ما تعرفش تستخدم حمض اللاكتيك، يا اما لو كانت بتستخدم حمض اللاكتيك ما كانش جالي الشد العضلي.
ما كانش العضله اجهدت. ده انا قلت لكم يا بنات مثال قبل كده ان العضله بتاعتنا المفروض جزيء السكر الواحد بيدينا 38 اي تي بي، فجاه كده الاكسجين قل، فجزيء السكر اللي موجود الواحد يدينا 2 اي تي بي. بمثال تاني، طالعه رحله مع صاحباتك كده باذن الله في اخر السنه، لما كورونا ربنا يكرمنا ايه وتروح عننا، اه فانت دلوقتي قلت لبابا يا بابا انا عايزه 38 دينار، ليه يا حبيبتي؟ والله انا طالعه مع رفيجاتي رايحين للسينما ورايحين المطعم الفلاني وهشتري كذا وكذا، فالاجمالي المبلغ 38 دينار. من عينيا الاثنين يا حبيبتي. تمام؟ بكره الصبح تلاقيهم على الترابيزه. نمت صحيت الصبح بابا نزل الشغل، ساب لي فلوس اه على الترابيزه يا حبيبتي، رحت على الترابيزه لقيت النارين بس. حلوين؟ هو ده اللي بيحصل للعضلات. العضلات كانت عامله حسابها ان هي تاخد 38 جزيء اي تي بي من جزيء السكر الواحد، فجأة اكتشف ان هي خدت اتنين بس، فبالتالي العضلة جالها صدمة، يبدأ يجي لها شد عضلي واجهاد عضلي. طيب مين المتكون معاه؟ الحمد لله كتير. هل يا عضلاتي تقدر تتعاملي بيه؟ لا ما اقدرش اتعامل بيه. طب والحالة؟ لازم اتخلص منه، ترميه في قلب الدم. يعني العضلة تعمل تنفس لا هوائي، تكون حمض لاكتيك وتزقه في الدم، تكون حمض لاكتيك وتزقه في الدم، فبالتالي تركيز حمض لاكتيك في قلب الدم عندي يرتفع. يروح لمين؟ يروح لمين؟ يروح للكبد. الكبد يجي يبص يلاقي حمض اللاكتيك معدي، تعالى يا حمض اللاكتيك انت جاي منين؟ والله انا جاي من عضلاتك كانت عامله تنفس لهوائي ولسه طالع من هناك حالا. تعالى يا حبيبي انا هحولك حمض بيروفك من جديد، ولو قابلتك اي عضله خش فيها هيكملوا معاك التنفس الهوائي لو في اكسجين. لان الحته دي حمض اللاكتيك اللي اتكون عندنا يا بنات ما ينفعش يتراكم في قلب العضلات. وجوده في قلب العضلات يسبب الاجهاد العضلي والشد العضلي. العضله تبقى مجهده هبطانه، زي ما انت كده تروحي مع ماما عشان تجيبي فستان ولا تجيبي طقمين ولا بتاع، تدوخي الوالده معاكي تلفين على يعني 50 مجمع وفي الاخر ما تجيبيش حاجه، عضلات تشد عليك. تمام؟ بسبب ان حمض اللاكتيك تكون في العضلات بقدر كبير، فالعضلات بالنسبه لها المركب ده مش عايزاه، تركيزه عالي، فلازم تتخلص منه، يتنقل للدم من تركيز عالي لتركيز منخفض، العضله تتخلص منه في قلب الدم، وهو بيعدي في قلب الدم قاعد يلف في قلب جسمك فيقابل الكبد في سكته. يوم الكبد قال له تعال انت مين؟ انا حمض لاكتيك، ما ينفعش تمشي بالشكل ده، لازم تتحول لحمض بيروفك من تاني. فقوم يرجعوا الحمض بيروفك. يعني لو خدتوا بالكم عندنا هنا كنا احنا اخدنا الاثنين ناد اتش وتحول الاثنين ناد وهيدروجين، هناك في الكبد هيعكس التفاعل ده، هيحوله من حمض لاكتيك لحمض بيروفك من تاني. فبالتالي لو دخل عضله هل يخش على تحلل الجلوكوز ولا يكمل معانا دور الكريبس؟ رايك ايه يا نورين؟ تحلل الجلوكوزي طب رأيك ايه يا تسنيم؟ عند بعرفك يدخل على دورة الكريبس. اه تاني، احنا قلنا الكبد عندنا عكس التفاعل الاخير دايما، الكبد بتاعنا عكس التفاعل الاخير، يعني بدل ما هو حمض لاكتيك في قلب الدم قام الكبد ما عندنا مرجعه تاني حمض بيروفك، ما رجعوش سكر من جديد، لا رجعه حمض بيروفك. فبالتالي لو خليه اخذت حمض البيروفك ده هتكمل التفاعلات اللي ناقصه ليه. هو انت عملت كام تفاعل يا حبيبي؟ والله انا عملت تحلل الجلوكوز. طب تعالى خش بقى على دور الكريبس. وصل كده يا بنات؟ ها فيها اي مشكله؟ اللي عنده اي مشكله نعيدها تاني. نعيدها. بنقول يا بنات عندنا العضلات بتاعتنا كونت مركب اسمه حمض اللاكتيك، ده في امتى؟ في حدوث التنفس الهوائي. طيب حمض اللاكتيك تراكمه في قلب العضلات ضار، تركيزه العالي يسبب الاجهاد العضلي والشد العضلي، فالحل اللي قدام العضله ان هي تتخلص منه، فبيبدا يتنقل من داخل خلايا العضلات الالياف العضليه الى الدم من تركيز عالي لتركيز منخفض. طيب وهو بيلف في قلب الدم، لان الدم عندي شبكه الدم جوه جسمي هناخدها في الجهاز الدوري، وهو بيلف عدى على الكبد، الكبد ما يرضهوش ان حمض بيروفك يمشي كده، يوم اسف ان حمض لاكتيك يمشي في قلب الدم، فلازم يرجعه تاني حمض بيروفك. ليه؟ لان خلايا الجسم تقدر تتعامل مع حمض البيروفك لكن ما تقدرش تتعامل مع حمض لاكتيك. تاني، خلاياكي او الميتوكوندريا اللي موجوده في قلب جسمنا كلها ما بتتعاملش مع حمض لاكتيك، مستحيل تتعامل مع حمض لاكتيك، اللي بتتعامل مع مين؟ حمض بيروفيك. فالكبد مهمته ان هو يعيد التفاعل ده، يعكس التفاعل. يعني لو انت عايز السهم ده اللي عندك تقوم عامله كده اهو كبد، سهم عكسي الكبد، ان الكبد هيحول حمض لاكتيك لحمض بيروفيك ما فيش مشكله. فبالتالي لما يرجعه حمض بيروفيك كده اصبح مركب له القدره ان هو يقدر يخش على الميتوكوندريا على طول، والميتوكوندريا تعمل المراحل المتبقيه اللي هي دور الكريبس وستنقل الالكترون وتجيب جزيئات الطاقه الباقيه. طيب كده احنا عرفنا العضلات. طب البكتيريا اللي هي ايه؟ حد منكم كل زبادي قبل كده وكان طعمه حامض؟ ها مين اللي اكل منكم زبادي وكان طعمه حامض؟ مفيش حد منكم كل زبادي طعمه حامض؟
خالص. لا غريب قوي يعني، الزبادي اللي بيجي بتاكلوه اول باول ما بتخلوش حاجه كده تبوظ اي حاجه خالص. انت معانا في منتهي الصلاحية؟ لا مش منتهى الصلاحيه ولا حاجه، لو منتهى الصلاحيه حتى أيوة اكل أستاذ، فيها. لما سيبناه بره التلاجة فترة طويلة. الله ينورك، صح، هو ده اللي انا عايزه. بابا جاب الزبادي ودخلنا المطبخ، ماما قالت لي حطه في التلاجه بس انا قاعد العب على الموبايل نسيت. تاني يوم الصبح، انت يا زفته طب ما حطيتيش الزبادي في التلاجه؟ نسيت والله يا ماما. قمت واخده وحطه في التلاجه، جيت تفتحه الزبادي تلاقي طعمه حامض. هو كده باظ؟ طب ايه السبب؟ حمض اللاكتيك زاد فيه. حمض اللاكتيك هو جاب منين؟ ما هو في بكتيريا اصلا في قلب الزبادي عايشه فيه. في الجمعيات بيحطوه في قلب التلاجه عشان البكتيريا ما بتعرفش تحب، ما بتحبش الجو البارد فتتوقف عن العمل. يعني في البروده بتاعت التلاجه تمام؟ البكتيريا لا تنشط. لكن لما سبتها في قلب حراره الغرفه البكتيريا بتحب الجو الدافي فبدات تشتغل، تاخد السكر اللي في اللبن وتحوله عندي الى حمض لاكتيك. اشتغلت على الموضوع ده طول الليل فكونت الحمض اللاكتيك بكم كبير، اجى دوق الزبادي حامض بسبب ان البكتيريا كانت شغاله عندي وبتكون حمض لاكتيك. طب يا ترى كده البكتيريا يا بنات كانت شغاله تنفس هوائي ولا لا هوائي؟ تقول لي شاهد احمد كده. لا هوائي لا هوائي. هي العلبه كانت مقفوله ولا مفتوحه؟ محفوظ في اكسجين جوه، مقفول. يعني لو حتى في شويه صغيرين تحت الغطاء كده ما بين الغطاء والزبادي، لكن بمرور الوقت هي اصلا البكتيريا ما بتعملش تنفس هوائي، هتعمل تنفس لا هوائي فهتكون عندي حمض اللاكتيك اللي احنا بنبيه. وصلت كده الفكره يا بنات؟ عرفنا كده العضلات، عرفنا الخميره، الخميره اللي بتقوم منتجات الالبان تمام، هو ده الجزء اللي موجود عندنا. في تجربه مثلا بتاع الخميره اهي للناس اللي عايزه تعمل كحول ايثيلي تمام لاهداف طبيه مش اهداف اخرى. الصوت عندكم ولا مفيش صوت؟ صوت أبو المغ صوتي واطي واطي واطي، هنعمل ايه بس؟ نحاول نرفعه شوية. على البشمهندس السكري بالعسل الأسود بالإزازة، وهتحطي فواهة الإزازة اللي ما عندوش عسل اسود يعمل ميه بسكر يمشي الحال. بالبندق وتسيبها في مكان آمن لعدة ساعات. ها تمام كده يا بنات. فبنقول عندنا حمض البيروفيك مع الناد اتش تمام، طبعا حمض البيروفيك اللي هو 3 سي مع الناد اتش اللي هم 2 في وجود التخمر الكحولي ادانا كحول ايثيلي وثاني اكسيد الكربون و2 ناد بلس. دي المعادله بتاعت التخمر الكحولي. طيب بيقول لي في غياب الاكسجين زي ما احنا شفنا الخميره عملت تخمر كحولي وادتنا الكحول الايثيلي اللي بنسميه ايثانول، الكحول الايثيلي ايثانول ومعاه ثاني اكسيد الكربون. طيب لكن لو احنا من حيث الاستخدامات بتاعته استخدمناه في المخبوزات انتجنا منه ثاني اكسيد الكربون اللي بيخلي الاسفنج بتاعنا او الكيك او بيخلي المعجنات كلها على الشكل المسمى بتاعها بترفع العجين. صناعه الخمور زي ما احنا شفنا حاليا حبيبنا ده كان بيصنع كحول ايثيلي فالكحول ده ممكن يستخدم في صناعه الخمور تمام. صناعه البيره برضه شكل من اشكال الخمور. وفي حاجه اسمها الجازول. الجازول ده عباره عن وقود اسمه وقود المستقبل تمام. ده نسبه ثاني اكسيد الكربون الناتج منه بيكون عندي اقل شيء، يعني بيكون عندي نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي في الجازول او وقود المستقبل ده منخفضه جدا، فبالتالي التلوث بتاع ثاني اكسيد الكربون والاحتباس الحراري وارتفاع درجه حراره الارض لو استخدمنا التفاعلات دي هنقلل من نسبه ثاني اكسيد الكربون. طيب نيجي للحاله الثانيه وهي التخمر الحمضي. بصوا كده معايا حبيبنا ده كان بيمارس نشاط رياضي وجرى مسافة طويلة، عضلاته انهكت، الأكسجين اللي فيها انخفض فبدأت تعمل تنفس لا هوائي فكمية الطاقة اللي طالعة منخفضة فالعضلة بتاعته بدأت تشد عليه ما عادش قادر يمشي. ليه؟ بسبب الإجهاد الشديد اللي موجود عنده تمام. حبيبنا هيبدأ يساعد اهو، ما هوش قادر يتحرك خالص، عضلاته خلاص متوقفة لأن نسبة الطاقة اللي فيها منخفضة، وممكن كمان الروابط المستعرضة وده جزء احنا ما أخدناهوش في الانقباض العضلي، لو كنا احنا درسناه كنا نعرف الموضوع ده تمام. هنلاحظ إن حصل انخفاض شديد في كمية الطاقة مما يؤدي لحدوث الشد العضلي. بقول الخلايا مثل الخلايا العضلية هتحول حمض البيروفيك إلى حمض اللاكتيك اللي بنسميه حمض اللبن تمام، لأنه بيستخدم في صناعة الزبادي. يعني البكتيريا نفسها أصلا في صناعة الزبادي، لو ماما عايزة تعمل الزبادي في قلب البيت بتجيب اللبن وتدفيه وتحط عليه
علبة زبادي قديمة. طب ليه علبة زبادي قديمة؟ عشان البكتيريا اللي فيها تستخدمها في تصنيع اللبن الجديد وتحوله إلى زبادي، تمام؟ لكن بتسيبه لمدة وقت معين وبعد كده بتحطه جوه الثلاجة على أساس إن البكتيريا ما تستمرش في التفاعلات بتاعتها، فتخلي نسبة الحمض في قلب الإيه؟ الزبادي يزيد معاه. طيب خلال عملية التنفس الهوائي التخمر ده سميناه تخمر حمض اللاكتيك أو التخمر إيه؟ اللبني. جاي لك اهو مثلا بيقول لك لعيب ايه، لعيب متنافس مثلا في سباق عدو قال ممكن يجري 1500 متر في الالعاب الاولمبيه، ففي الحاله دي بيستخدم تنفس هوائي. لكن لو زاد من المسافه اللي بيجريها 2 كيلو 3 كيلو لحد مسافات اطول، ففي الحاله دي هيبدا تراكم حمض اللاكتيك في العضلات هيزيد، وزي ما احنا قلنا عندنا حمض البيروفيت مع الناد اتش في وجود التخمر اللاكتيكي او التخمر الحمضي عندنا حمض اللاكتيك مع الناد اتش، تمام كده؟ ده هيسبب التعب والالم العضلي. تراكم حمض اللاكتيك في العضلات هينتقل للدم ومن الدم للكبد، والكبد يرجع يعكس التفاعل بدل ما حمض اللاكتيك مع ايه؟ مع ناد اتش، لا يرجع يرجعه تاني لحمض ايه؟ بيروفيت، بالتالي يقدر يدخل الخلايا ويتم استخدامه مره. طيب الجزء ده مكرر زي ما احنا قلنا، تمام؟ يعني موجود عندنا في الجهاز الهضمي وموجود هنا تاني، بيقول ان الانسان عندنا بيعمل التنفس الداخلي وبينتج منه الطاقه، الطاقه دي جايه من جزيئات الجلوكوز فبينتج عندنا جزيئات الاي تي بي، لكن ممكن يخزن المركبات الغذائيه في حاله زيادتها عن حاجته. يعني انا اكلت وجبه والوجبه كانت دسمه، نسبة الغذاء اللي فيها عالي، نسبة السكر عالي، بروتينات عالية، دهون عالية، ففي الحالة دي جسمي هيلجأ لعملية هيلجأ لعملية التخزين. لو أنا عندي سكر هيتم تخزينه في صورة جلايكوجين، جلايكوجين. طب لو لسه برضه السكر عالي هيتم تحويله في صورة دهون. فبيقولوا عندنا إن نسبة الطاقة أو الغذاء لو أنا عندي بيحتوي على نسبة سكر عالية يبقى أنا كده هحوله عندنا لجلايكوجين أو نشا حيواني، تمام؟ وممكن كمان يتحول لدهون، فلازم نلاقي بعض الناس زي ما أنا قلت لكم قبل كده ما بياكلش دهون. ليه ما بتاكلش دهون يا حبيبي؟ لا اصل الدهون هتخن. اي نعم نسبه الدهون في قلب الغذاء كثرتها غلط او مضر، لان فيها سعرات حراريه بكثره كبير وجسمك مش هيقدر يستهلكها في نفس اليوم، ففي الحاله دي ممكن جسمك يلجا ايه؟ للتخزين. لكن لو انت برضه منع نفسك عن الدهون وبتاكل كربوهيدرات، مكرونه، اندومي، رز، عيش او رز او خبز بكميات كبيره، كل ده عندنا برضه هيرفع نسبه السكر في الدم، وبالتالي برضه عندنا هيؤدي لتخزين المركبات دي داخل الجسم فتتحول عندي لمركبات دهنيه. طيب جسمك او في رمضان زي ما احنا هنشوف مع بعض بدانا نصوم، تمام؟ نسبه الطاقه اللي في قلب الوجبات بتاعتنا منخفضه، او فتره العصر المغرب بدات نسبه الطاقه اللي في جسمك تنخفض، فجسمه هيبدا ياخد من المخزون اللي موجود، سواء كان جلايكوجين في الكبد هيسحبه، كان دهون تحت الجلد برضه هيسحبها، الهدف منها ان هو يوفر طاقه للوظائف الحيويه زي ما احنا قلنا في اجهزه في جسمنا او اعضاء في جسمنا شغاله بشكل مستمر بدون توقف، زي الجهاز العصبي، تمام؟ زي القلب والجهاز الدوري، زي الجهاز الهضمي، تمام؟ دايما دول بيكونوا عندي شبه شغالين بشكل مستمر. قلبك بينبض بشكل مستمر عشان يضخ الدم والاوعيه الدمويه الخاصه بيه، جهازك العصبي بينظم وظائف عصبيه مختلفه زي التنفس، زي ضربات القلب، زي الاخراج، احكام بعض العضلات زي العضلات العاصره، تمام؟ كل ده عندي شغال، جهازك الهضمي شغال، فبالتالي لازم يكون في انتاج طاقه بشكل مستمر للاعضاء دي، فلازم يتم توفير الطاقه اللازمه ليه، يا اما بشكل مباشر موجود في الدم سكر، طب السكر في الدم منخفض يلجا للمخزون سواء في الكبد او الدم. السعر الحراري اللي قلناه قبل كده خدوا بالكم التعريف ده موجود عندنا مرتين في الكتاب، ده المره الثانيه اللي جانا معانا نفس التعريف، كميه الطاقه المنطلقه لرفع درجه حراره جرام واحد من الماء درجه واحده مئويه، لكن لما كنا اخذنا عندنا في بدايه الدرس كنا احنا بنتكلم عندنا السعر الكبير برضه موجود عندنا اللي هو 1000 جرام. قال لي جسمك بيحاول يعمل توازن ما بين الطاقه اللي بياخدها من الاكل والتخزين، يعني انت مثلا زي ما احنا قلنا مع بعض اللي هو معدل الاستقلاب الخلوي القاعدي اللي هو كميه الطاقه اللي هو الحد الادنى في اليوم، تمام؟ مارست رياضه هحرق، طب الوجبات بتاعتي فيها كفايه خلاص، الوجبات بتاعتي ناقصه هاخد من الاحتياطي، تمام كده؟ وهكذا، عندك زياده في الوجبات هنخزن. يبقى جسمك بيشوف ايه اللي داخل ايه اللي خارج ويوازن، زي بابا وماما تلاقيهم قاعدين كده كل شهر المرتب نزل يبداوا يشوفوا ايه المتطلبات بتاع الشهر، والله انا مثلا عندنا عايزين نجيب مثلا نتسوق طلبات للبيت بقد كده، تمام؟ والله البنات مثلا عندهم مدرسين او عندهم دروس او كذا او محتاجين كذا وكذا وكذا، ده تكلفتهم قد ايه كذا، تمام؟ علينا جمعيه قد ايه كذا، علينا قرض قد ايه كذا، فيبداوا يقسموا الفلوس اللي موجوده ويشوفوا ايه المتبقي؟ في نقص؟ في زياده؟ اهو ده جسمك بيعمل الكلام ده يوميا، بيحاول يوازن ما بين كميه الطاقه اللي داخله اللي هو الوجبات، كميه الطاقه المخزنه، لو الوجبات زياده يبدا يخزن، تمام؟ كل ده عند عمليه تنظيم بيتم داخل الجسم، ده بالنسبه للجزء اللي موجود ده يعتبر هو جزء مكرر معانا. ها لو حد منكم عنده اي سؤال حي هات. الواحد لو كان أكل وبتخزن في صورة جلايكوجين
وخلاص ما استهلكش الجليكوجين ده خلال اليوم، ما استهلكوش، هيتخزن في سور الدهون ولا خلاص هيروح ومش هيتخن؟ بص يا جميل، الجليكوجين بيتخزن عندنا في موقعين، بيتخزن في الكبد والعضلات. الاحتياط ده مدته 24 ساعة. انت ما بتاكليش 24 ساعة، انت كوجبات ما بتاكليش لمدة 24 ساعة، تمام؟ بتاكلي مثلا، هنقول متوسط انت عندك 3 وجبات في اليوم، فبنقول مثلا بتاكلي كل 8 ساعات. ال 8 ساعات اخذنا منهم 3 على ما الاكل اتهضم وتم امتصاصه، ده لو وجبة كانت معقدة فيها بروتينات، فيها نشويات، فيها دهون، يعني مركبات معقدة، على ما تتهضم كويس وتتنقل وتوصل للدم من 3 ساعات لإيه؟ لأربع ساعات، 5 أقصى، تمام؟ وتكون وصلت عند الدم. جسمك أخذ نسبة من السكر ده وخزنه في صورة جليكوجين. ليه؟ لأن بعد الخمس ساعات كان مستوى السكر في دمك عالي، لكن خلال ساعة انخفض. خلال ساعة كنا وزعنا السكر اللي في الدم على كل خلايا جسمك، فبدأ نسبة السكر اللي في الدم عندي تقل. طب والبديل يا كابت عندك؟ اه كنت انا عين شويه لسه من الوجبه اللي فاتت. ابدا يلا صب في قلب الدم، فيبدا الكبد يرجع نسبه من السكر اللي موجود عنده. لكن انا لما مثلا بقول واحد شغال 24 ساعه بياكل، على افتراض ان كل 5 ساعات بياكل، وده طبعا الواحد بينام 8 ساعات، فال8 ساعات في 3 ساعات فاصل، هتجيب منين؟ هيبدا برضه ياخد من الاحتياط اللي موجود. فالكبد بصفه عامه هيخلص كميه الطاقه المخزنه فيه تقريبا خلال ال 24 ساعه. حتى عضلاتك، انا حاليا قاعد بحرك ايدي وانا بتكلم، بحرك ايدي، لساني، بحرك لساني، كل ده حركه، في عضلات متخزن فيها جليكوجين برضه هتستخدم المخزون الاحتياطي اللي موجود فيها، تمام؟ لان دي اعضاء حيويه الشغل فيها شبه مستمر، الكبد عندك شغال طول الوقت، الكبد عندك ما توقفش، من الاعضاء الحيويه اللي ما فيش فيها راحه، تمام؟ كذلك عضلات جسمك حتى وانت نايمه قاعده بتتقلبي، بلاش بتتقلبي يا ست، قلبك بيدق، امعائك شغاله، فبرضه بتستخدم كميه الطاقه اللي ممكن ايه تخزنها فيه. مش عضلات، مخ، والسكر قل، الكبد هيرجع سكر في قلب الدم المخزن عنده عشان المخ يشتغل. وصلت كده الفكره يا تسنيم؟ ايه تاني يا بنات؟ أيوة أستاذ، شكرا. نعم. اللي عندها اي سؤال تاني يا بنات انا حاضر.